قلت لك ما حدا بيعرف مصير البنات اللي هنيك، عم يتهربوا على حدود بالزواج، عقود مزيفة والعلاقات وحتى الالتزامات وكل شيء بيتعلق بهذا الموضوع مزيف، ما في شيء حقيقي. عرفنا من مصادرنا انه هدول البنات بيتم اجبارهم على ممارسة الدعارة. شو رأيك هلا بهالكلام؟ احكي، يلا احكي. لا انت بدك تضلي ساكتة، بس لا تقول شيء. اختي ما صار لها شيء من هذا كله، هي اكيد مبسوطة. كيف فيك تقولي هيك بكل هاي الثقة؟ مين بيعرف شو اللي صار معها؟ بس قلت لك سكوت، لا بقى تحكي. انت كتلة شر. انا اجيت لهون مشان اقول لك اني آسفة، وانت عم تعمل معي هيك وبدون اي رحمة. انت كيف فيك تحكي هيك عن اختي وكأنها وحدة غبية وما بتعرف شيء؟ انا متأكدة انه الاخبار اللي وصلتك كلها ما انا مزبوطة بنوب، وكلمة آسفة اللي قلت لك ياها انا بدي اسحبها فورا، وحتى ماني ندمانة اني اذيتك باي شيء من قبل، والقدير وحده بيعرف اذا فعلا انت تأذيت مني او لا. انت مليان حجار، مشان هيك ما فيك تفهم شو يعني علاقات البشر بنوب. المشاعر والحب، مشان هيك انت رح تضل وحيد. اتركني، خليني روح. انا قلت طالما في عمال هون انت رح تبقي بهي الغرفه، يعني رح تبقي وبس. ايه طيب ماشي. اختي بارفاتي، بتعرفي شغلة؟ لحظتك عملت سحر عندي اليوم بالكلية، ما رح تصدقي اللي صار. رفقاتي جنوا كلهم وطار عقلهم فيه، وكله صار يركضوا وراي بالكلية. سونهيري، عملي لنا رحشة تانية كمان، عملي لنا واحدة مثل رجاءً. وأنا قلت لهم إنه هاد السحر العظيم هو من أختي وإيديها اللي بيجننوا بالشغل، عملتها مخصوص من شاني وما حدا رح ياخدها. لك بنتي؟ ايه ماما؟ الظاهر اللورد براهما اليوم عطاكي كلمات لحتى تحفظيهم، ناوية انك تخلصيهم كلهم اليوم، ولا انت هيك رح تصيري غبية. انا اليوم اخترت السمك، واذا ما اكلت هي بتكون اكبر اهانة. هوهو، كأنه شايفة في شي كتير عم يبرق قدام عيوني. هذا كله جاي من كنتي ميتالي، ما هيك؟ يلا قليلي اختي، هدول حقيقيين ما هيك؟ لا، هدول أكيد فضة، منشان اضحك عليكي عم يلمعوا مثل الذهب بيدين ميتالي. هذا ذهب صافي. ماما، هدول يلي جابون زوجي من جيبور. طبعاً هلأ عرفت الخسارة اللي خسرناها بهديك الصفقة وقتها. وين راحت بالضبط؟ فيكن تقولولي؟ لا ماما لا، هدول جاب لياهن من قبل. أنا مبسوطة كتير، يعني على القليلة في حدا قدر يستفاد من صفقة جيبوه. يلا تفضلوا كلوا. يلا بابا لو سمحت، انتوا
كلكن مجتمعين وعم تاكلوا، وأنا حابة إني أحكي معكن كلكن بموضوع ضروري كتير. فوتي لجوا، لا تجني هلا. أخي لازم يكون في شيء مهم، لهيك الأخت فتحت تمها وحكي. خليها تحكي شو عندها، لا تكون هيك. سامرات شو الموضوع؟ خليني أحكي معهم اليوم، لا توقفني. قديش كنا منيحة أنت عم ترجع تجاوبي زوجك؟ كأنه عويان كتير كمان. شو زاهر أخدي حبة مرجلة؟ لا تحكي شي هون، رح نفوت هلأ لجوا ونحكي. ماما بابا لو سمحت تفضلوا فوتوا. يلا بابلو ارتاح. ابني سمرات ما لازم تعمل هيك، لا تعمل هيك ابني، بهالطريقة بتصير الخلافات العائلية. شوف امك مثلا ابني، ما عندها ابدا اي رادع لاي شيء، ومنشان هيك بتتدخل بكل شؤوننا ومفكرة نحن لحالنا. مشان هيك ابني ما فيك تفكر بنوب انه انا إلك لحالك، ولهيك يلا خليها تقولي اللي بدها تقلنا اياه. ما حدا رح يفوت لجوا، نحن ما عنا عادة تخباية الأمور بالغرف المسكرة أبدا. بابا الحقيقة ماما أنا بعد شهرين راح كون كملت الخمس سنين على زواجي. إيه؟ شو بدك حفلة؟ لا ماما مو هيك، أنا حاولت من قبل بكل الطرق وما خليت طريقة، بس ما قدرت جيب ولد. رحت عند كل الدكاترة وكل الاحتفالات الدينية كمان وكل الحكماء وما خلقت طريقة تعتب علي، بس ما في شي سحري صار ولا أي نوع من الأعشاب أثرت فيني، بيقهرني كتير ومن جوات قلبي إني أقول إنه ما بقدر جيب ولاد. أنا قبلت بهالشي لأنه نصيبي. قبلت فيه غصبا عني لأنه رغبة القدير وحنيت راسي لإله. لا لا بنتي لا، لا تفقدي الأمل أبدا بنتي، أحيانا هالقصة بتاخد وقت شوي، نحن رح نحاول ونلاقي طريقة. إيه بابا إيه، أنا عن جد لقيت طريقة ليكون عندي ولد. طريقة؟ شلون؟ ماما أنا يعني أنا فكرت إنه أنا ما رح أقدر أحصل على ولد أبداً، فليش ما أتبنى شي ولد؟ ماما أنا رحت على الميتم وهنيك قالوا لي إنه هنن خلصوا دراسة الوضع تبعنا ورح يعطونا الولد خلال 6 شهور، فينا نجيب الولد إمتى ما بدنا. هن بيعرفوا إنه 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 5 سنين ما قدرنا نجيب ولد أبداً، لهيك ماما هن راضيانين عن وضع عائلتنا وعاجبهم.
ليكي ماما، حتى اني جبت كتيب الميتم ليكو، وفينا نقي ولد حسب رغبتنا. اطلعي. ماما، انا شفت الولد، وشه بيشبه وشي كتير، خصوصا عيونه. شوفي، حتى اني فكرت باسم ممكن ناديله فيه. بس ماما، الاسم اللي انتي رح تختاري انا رح ناديله فيه. بس اذا بدك كمان فينا نختاره سوا. شو انتي جنتي يعني؟ بترجاكي مرة واحدة بس فكري بالموضوع بهدوء. بترجاكي تفهميني ماما، انا كتير بحاجة لهالشي. بأي أحلام أنتي فكرتي إني رح وافق على كلامك هذا؟ شو ما فيكي عقل يعني؟ لك أنتي كيف بيخطر لك إنك تفتحي هيك موضوع غبي قدامي؟ وكيف بتفكري إني ممكن خلي واحد غريب ما بعرف من وين جاي يربى ببيتي وما إله أي علاقة بدمنا أبداً؟ المرة الجاية يا كنتي المحترمة، قبل ما تحكي بالموضوع فكري فيه، وإذا مصرة إنك تقولي الأحسن إنك تحطي إيدك تحت تمك، مشان لما بدي أقطع لك لسانك بإيدي هدول ما يوقع على الأرض ويوسخها. موهيني، ظاهر هالموضوع طير لك عقلك على الآخر. ماما، أنا بترجاكي مشان القدير فكري بالموضوع، بس مرة واحدة وين الغلط بهذا الشيء؟ أنا كتير بحاجة ولد. ماما، بهذا العالم حوالينا في كتير ناس عم يتعذبوا ومحرومين من أمور القدير ما أعطاهن إياها بهي الدنيا، وهنن بيحققوا رغباتهم بهي الطريقة. بس ماما، بارفاتي أختي عمتها هي اللي ربتها بالتبني كمان. وهي بذاتها قالت لي هذا الشيء، حتى سأليها إلها. سامرات، لازم انت اللي تلبس الأساور مو مرتك. من امتى مرتك وهي عم تحكي بهاي السخافات؟ ايه، وانت عم تسمعها ومسكر تمك وما حكيت ولا كلمة معها. شو لسه فيك تعمل كمان؟ قلي، مرتك هي عم تخليه ترقص على أصابعه مثل ما بدها تماماً كمان. دخيلك يا قدير، انت ليش بعتت هالمرة الحية كنة لهذا البيت؟ القدير بيعرف شو الذنب اللي أنا ارتكبته لحتى جبت مرة مثلك نجست هذا البيت بحكية وأفكاره. عمتي، انت شو اللي عم بتقولي؟ نعم، في
الأسد كمان مخبى جواتك وطلع؟ ها؟ اليوم شو صاير لكم إليلي؟ أنت وكنت هذا البيت؟ هي بس طلبت منك تفكري شوي بهدوء، ما بدها أكتر من هيك بنوب. عمتي أختي فيها تبرهن وتكون أم كتير منيحة. لا لا، هي ما فيها تكون أم منيحة أبداً. وهذا القرار من عند القدير العظيم، ونحن نصيبه أنه ما يكون عنده ولد أبداً. لا عمتي، إذا القدير خلى الأهل بدون أولاد معناها كمان خلى الأولاد بدون أم وأب. بصير ممكن إنه يحقق الفراغ فيهم، وهالشي ما بيرضي القدير، لأنه بيكبر حزنهم وألمهم بهذا الشي. حتى الحيوانات بتحب أولادها اللي هي ولدتها. بس بيقدروا إنهم يحضنوا غير أولادهم. القدير خلق للناس مثال حلو، لما بتقدري تحبي الولد المانو من دمك وبتعطيه الحنان بتعملي شي عظيم. ولهذا الشي هو اختار ناس يكون فيهم شي خاص، مثل اختي، ولهيك اختار يكون لها النصيب، مثل ما اختار عمتي تكون ام لالي. عمتي ربتني وكبرتني وعطتني بيت دافي وعاملتني مثل بنتها. ليكي يا بنت، انت لا تتدخلي بهذا الموضوع، ما بيعني. اسمعي، انا لسه ما خلصت كلامي اللي بدي احكيه. مثل هاي الطريقة بالضبط كريشنا اختار امه ياشودا اللي تبنيها. كريشنا انولد من ام بس ما كان معه، تربى مع ام تانية واعتبرها امه. وانتي لازم تاخديه مثلا. بس هي مو مثلهم ابدا، نحن عم نحكي عن ناس عاديين بهذا البيت. هي بدها تتبنى ولد مانو من دمنا ولحمنا، والقدير وحده بيعرف من أي حصالة رح تجيبه. حصالة؟ كيف فيك تقولي حصالة عن ولد مين ما كان يكون؟ روح القدير بتسكن بالأطفال. وإذا قلتي عنهم حصالة معناها أنت عم تسبي القدير. أنت اللي إجيتي لهون مبارح بس عم تحكي معي بهاي الطريقة وبصوت عالي كمان؟ المرة الماضية قدرتوا تدافعوا عنا، بس هلأ ما رح تقدروا تمنعوني أبداً. أول كف مشان تتعلمي ما تتدخلي بأي حدا، ما تتدخلي بأمور عائلية ما بتخصك، ولا تتذكر منيح إنه هذا الشيء مرق اليوم وبس.
وممنوع يتكرر لا اليوم ولا بكرة ولا بعد هلأ. لو شو ما صار فهمتي؟ انت جنيتي شي؟ كيف خطر لك تتدخلي بامور عائلتي؟ تذكري منيح انه صار لك هون بس 4 ايام ولسه رح تعدي 4 ايام كمان وبعدين حتروحي. بقى ليش لتحكي وتتفلسفي عليهم هيك؟ ليش الحكي اللي بلا طعمه؟ انه اهلك ميتين وعمتك اللي ربتك، ولو طولتي شوي كنتي لسه حكيتي انك من بيربور ما هيك؟ وانك هربانه مو؟ في سبب مهم لهالحكي وانت لازم تسمعني منيح. انت شايفني غلطانة لاني حكيت؟ بس ما عم تشوف معاملة عمتك لاختي كيف؟ بتعاملها كأنها شي وحدة جاية من الطريق، بتضل تبهدلها على كل شي وتعيط عليها بلا ما تعمل شي، بتلومها على كل شي بيصير بالبيت. انت مهتم بغلطي هلأ؟ يا ريت تهتم بمشاعر اختي ولو شوي. هالمعترة ما بتنام الا وبتكون عم تبكي على طول. هاي مانا اختك مفهوم؟ بس انا هيك بعتبرها. لا، هي مانا اختك، فهمي هالشي، ولا بدي اياها تكون اختك ابدا، ولا حتى بيربطني بهي العيلة أي شي بنوب. ولا تفكري تكوني غير هيك، حاجة تعملي لي دراما. أنا كل هذا الشي عملته لأحميكي أنتي، يا ريت ما تنسي هالشي أبدا. ويفضل إنه ما تعملي مع عيلتي علاقة زايدة، ولذكرك هذا البيت مو بيتك، فهمي هذا الشي، مو بيتك بنوب. هالبيت ما هو بيتك أبدا، فهمتي؟ طيب قلي لكان. يا ترى أنا هلأ بيتي وين رودرا؟ أنت من وين جبتني؟ من أنو ضيعة بقول؟ وشو اسم عائلتي الحقيقية؟ يلا قول. وين قرايبيني كلهم؟ اسكتي ورجعي عبر بيتك، تحركي. يا ويلك، شوفك عم تحكي مع هالمرة مرة تانية، ما راح يصير خير. وهالكف اللي ضربتك يا ليذكرك انه ما بدي مصايب اكثر من هيك بنوم. عم تفهمي علي؟ انا مو دائما بالبيت لكون جنبك ودافع عنك. اذا كان لازم اكل هالكف ليش اخذت كل شيء مني وبعدين حميتني؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.